برحب بحضراتكم مرة تانية. البداية مع نتيجة تنسيق القبول في الجامعات، والخبر معنا خاص بجامعة الأزهر. الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر أعلن نتيجة تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وقدم التهنئة للطلاب الجدد، وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وده على مستوى المنطقة الجغرافية القاهرة وإبلي وبحري، وده طبعا ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات. وأشار أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية العامة بلغ 91341 طالب، وتقدم منهم للتنسيق 77065 طالب وطالبة. وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات في القاهرة 618 درجة، يعني بنتكلم في نسبة 95.8%. كليات طب بنات وبنين دمياط 613 درجة بنسبة 94.31%. كلية طب بنين وبنات أسيوط 609 درجة بنسبة 93.69%. كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 582 درجة بنسبة 89.54%. وأخيرا هندسة بنين بقنا البنين بقنا 576 درجة بنسبة 88.62%. طبعا كل التهنئة لطلابنا، وربنا يوفقكم يا رب في حياتكم العملية القادمة. وطبعا خطوة مهمة جدا من جامعة الأزهر للمساواة طبعا في الحد الأدنى للقبول سواء للبنين أو للبنات.